السلام عليكم خاي بلال، ديك الشبه خاطرك الصباح خاي بلال، وانت تدخل فتحتي الباب وجبرتي تسمى وعطيتيه اللي يستاهلو، فهمتي يا خاي بلال؟ هذاك هي الرجعه، هذيك هي الرجله، ما عندي ما نسالك خاي بلال عبرتي عليه وعندك الدليل الحمد لله. المهم عطيتيه الدق، بنادم اللي كامل مع الباب ديالك انت، هذا شني كامل مع الباب ضربتي ما تعديتيش عليه الحمد لله، وبنادم مش عنده كيهضر على اللي خصو يتشارى على طارد بلال طالع لينا هنايا. انا كنهضر في الفيديو هذا ما خصني نيبوزني والو، انا كيتسمى ما ظهرتي وجهي، ودي خصني نتشارى نظهر وجهي وخصني الفلوس نظهر وجهي. حقا انا كنهضر معاك الخاوة ديالي شي حاجة بري، دخلت لك نهضر الفيديو هذا بس نتعاود على بلال، ماشي باش نتشارى ولا شي حاجة، كيتسمى باش نعطي من هذا الشهر بنادم خصو يتشارى على طارد بنادم تشارى شي حاجة ديالك اصاح، شي حاجة ديالك والو تعمل من عندك وتشهر. خصك ضروري تعطل عطا في بنادم باش تشبر، ضروري ما تعلق في الحقوق في الطوال اخاي، شي حاجة ديالك تهضر عليها اللي ما عمرنا ما شفناها، رجعنا كنشوفوها في اليوتيوب داخل على شبيلة لا شي حكار علاش كدا، عبارة لي الصراحة اخاي. وانا خصني بلا ما خاسرو الهضرة والله العظيم داك الطرف كنهضر نيشان و القلب ديالي، خصني نقول شي مهاودة هايدة بحق نخاف خاسرو الهضرة معانا الناس هنايا كي تكون نسا كيتفرجو هادي كنوقروا. اما ديك الدراري اللي كيعملوا ديك الفيديو صاحاي شحال نقولكم، لا حول ولا قوه الا بالله، ما بقينا كنجبروا ما نتفرجوا، كندخلوا كنشوفوا هذا بيلا ماشي راجل، كندخلوا كنتفرجوا كنجبروا شي خانه ما عارفش يهضر، هي داخل كي كيضحك معنا في اليوتيوب. خلي بنادم اللي كامل لنا بلوك صاحاي نتفرجوا فيه وكيمتعنا، وسارنا المانيا وبيننا شي حاجات ما شفناهمش في المانيا، ودابا كيسالينا في طنجه وسالينا في الرباط هاو كيخلي قنت بنادم كيدور مع راسو باقي صغير، اللي واعيش حياته مالكو ماص، اللي بغا يطلع طلع طلع بيل، اللي بغا يهضر هاد اليومين كاملة كنهضرو حنا على بيل، ما كاين بيل في اليوتيوب، بدل مشي يهضر على اكتون ايكنوان ولا هضر على علاقتك فيه دخلت وفيه خرجت، تعرف اخاي بيل اللي نتعوط لك في الطريق وجبرتي مع باب الدار ديالك السبعة الصباح حتى الطناش دليل طرطق خنافر تيما خاي بيلا، شوف هاي بالاحمر ها هو مخنافرو، وكتمنى الفيديو يوصل لك الخاوة ديالو تكتب لي تحت كومنت الهز وعادي نعزك. وانا ما خصنيش نتشهر الخاوة ديالي وما عندي اللي بوز لي والو، وانا كنضع لك الباج ديالك ها هو باج بيلال، دخل اعملو له سبسكرايب اخوتي، ايدو هاد الراجل هذا، والى ربح فلوس اخوتي ولا عمل طلب ولا شرا مهاطر بصحتو اخويا، هاديك الشي رزقو هاداك رزق د الله، ربي كيرزق على الانسان ملي كيشوفو مي كتشوفو كيعرف كيفاش كيتصرف في حياته، كيعرف كيفاش كيمشي في حياته، كيرزقو ربي، واللي ما كيعرفش كيرزقو ربي وكيمشي ينفح وكيمشي يضرب تنافح وكيعيش حياته ما عمرو ربي غادي يرزقو. هاد الديسكو عاو قال لك سرقو ما عرفش ني ما عرفش ني عمل له ديسكو دراجل اخاي ديالي، هو جابو حماق كان ايدو وقا خاي بلال العز كمل اخاي، تعطلت علينا خاوة ديالي عدلنا شي ديسكو هذا والله العظيم متعتينا به، شني دابا كيتسمى انت عارف سيمانة الدسو كيطلع في الراس سبوع حيد اخر عام بيبا خايبين العز يلا شي حاجة موسيقى قلبي وحماك عم ايش دامي بنخليك عقلي